مشاهدينا الاعزاء اكيد وين ما انتم وين ما كنتم بنحييكم تحيه كبيره عبر شاشه تلفزيون السلام، واهلا وسهلا فيكم دائما معنا في برنامج اهلا بالعيد. اهلا بالعيد اليوم من خلاله بنوصل اجواء العيد، واكيد كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير. عيد الفطر السعيد على الابواب، اعاده الله علينا باليمن والبركات. كل الاحترام والمحبه لاهلنا وين ما كنتوا وين ما انتم، بنحييكم تحيه كبيره اليوم تحت رعايه شركه تشيليك، الشركه التركيه التي كانت وما زالت حلما واصبحت حقيقه في فلسطين. مئات دول العالم تتعامل مع منتجات شركه تشيليك لصناعه غرف نوم الاطفال والشباب. اكيد شركه تشيليك الشركه المميزه دائما وابدا بعطائها المتميز. شركه تشيليك بتقول لكم كل عام وانتم بخير. 3 مليون طفل حول العالم تزين غرفهم تشيليك. شركة تشيليك التي تصنع غرف نوم الأطفال وأيضا الشباب من عمر يوم ل 25 لكلا الجنسين، وأيضا إمكانية التوصيل إلى داخل الخط الأخضر. شركة تشيليك المميزة معكم بأجواء العيد. خلونا نشوف الناس وأكيد الربح والجوائز والفوز مع شركة تشيليك. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. أعرف عليك؟ خليل أبو علي. أهلين يا خليل، كيف أمورك؟ الحمد لله رب العالمين. أنت عاجبك هاي صح؟ كل موضوعك هاي أنت، أنا فاهم قصدك. شو اسمك أنت؟ شو برهوم. شو اسمك؟ كله برهوم. برهوم مش عاجبه في الموضوع الا هاي. الله يخليلك برهوم. يسعدك يا رب. كيف تحضيراتكم للعيد؟ والله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بنعاد على الجميع بالخير والسلامة. ان شاء الله، بلاش تحضروا خلص كل شيء تمام. الحمد لله. ان شاء الله، برهوم. أنا بجيب لك إياه عشان تلعب فيه. اليوم برهوم فتون كرم اليوم. اليوم برهوم مبسوط برهوم، بقول لك شو الأجواء الحلوة. طيب اليوم برنامجنا تحت رعاية كريمة من شركة تشيليك، سمعت فيها؟ سمعان. اكيد شركه تشيليك هي لصناعه غرف نوم الاطفال والشباب من عمر يوم ل 25 سنه. شركه تشيليك المميزه دائما بعطائها المميزه، دائما بصناعتها الفاخره، الصناعه التركيه التي اصبحت صناعه عالميه. شركه تشيليك بتقول لكم كل عام وانتم بخير. نروح للسؤال. نعم يلا. شو السؤال بابا يا برهوم؟ سؤال سهل، من هو صغير الكلب؟ ما يسمى؟ ماذا يسمى؟ جرو. الجرو هو صغير الكلب. اجابه صحيحه، ربحت معانا من شركة تشيليك جائزتك. تفضل، رقمك 71 دخل على السحب، وعندك كمان خصومات تصل ل 20%. وين شركة تشيليك؟ تعرف الموقع؟ موجود هون تقراوه. طول كريم، الراس، مفرق جبارة. مفرق جبارة، طول كريم، مفرق جبارة، موجود شركة تشيليك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا كثير برهوم. يلا نلعب اخر لعبه فيها. ايوه باي باي برهوم، كل عام وانتم بخير. متواصلين معاكم اكيد مع شركه تشيليك الشركه المتميزه. كل عام وانتم بخير. صح السلام يا رب. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيكم، نتعرف عليكم. حسام نور العنبته. اهلا وسهلا فيك اسامه. حسام. حسام اهلا وسهلا يا حسام، تعرف عليك. ملاك نور. اهلا وسهلا، شرفتوا ونورتوا. حضرتوا للعيد ولا لسه؟ يعني ان شاء الله على خير يا رب. ان شاء الله. الله يهديك. الله يخلي لك اياهم الاولاد، ومبسوطين اكيد معكم. كيف حالك يا صغيري؟ اسمي سوار. سوار اسمك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وهون الكابتن، شو اسمك؟ كابتن. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله بابا. هذا صح الميكروفون بصرحش. لا داعي للتصريحات عند احمد. اهلا وسهلا. الله يحييك. اليوم برنامجنا تحت رعاية شركة تشيليك الشركة التركية التي اصبحت موجودة في فلسطين لصناعة غرف نوم الاطفال والشباب، تعرفها؟ سمعت فيها جديد. صحيح، شركة تشيليك هي موجودة اليوم على مفرق جبارة طول كرم. شركة تشيليك تصنع غرف نوم الأطفال والشباب من عمر يوم لعمر 25. قديش عمر سوار؟ 6 أشهر. لا سوار في عندهم غرفة. وقديش عمر أحمد؟ إيه 2 سنين وشوي. وكمان لأحمد في غرفة. طبعا كل غرفة حسب العمر. موجود. صحيح موجود. شركة تشيليك بتقول لكم كل عام وانتم بخير. سوار عاجبها الميكروفون، بوعدك بس اخلص منه الحلقات اللي اعطيك اياه. عصبت عصبت سوار، الله يخلي لك. الله يخليك يا رب. سيستم. طيب اليوم احنا بشركه تشيليك بدنا نعطيك سؤال، تجاوب عليه صح بتربحه. منيحه موضوع شركه تشيليك وصناعه غرف ان شاء الله. ان شاء الله بتكون منيحه وان شاء الله بتزوروها. يلا سؤالكم ان شاء الله سهل. ماذا تسمى انثى الحصان البالغه؟ انثى الحصان شو من كل؟ تحبوش الفروسيه والحصان؟ شو من كلها؟ في لها اسم ثاني. شو؟ الاصيلي. لا لا، في له اسم ثاني. حصان وايش؟ فرس. فرس فعلا. انثى الحصان البالغه هي الفرس، لما تسمع اسم فرس يعرف انها انثى حصان. تفضلوا هي جائزتكم من شركه تشيليك، رقمكم 72 وخصومات 20%، راح تدخلوا على سحب بقيمة آلاف الشواكل وجائزة قيمة انتظاركم من شركة تشيليك. شو بتقول لشركة تشيليك؟ شكرا لبارك الله فيهم يا رب. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة يا رب. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. متواصلين معكم أكيد شركة تشيليك الشركة التركية المميزة. شركة تشيليك عبر شاشة التلفزيون السلام في برنامج أهلا بالعيد متواصلين. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. أعرف عليك؟ محمود
اهلا يا محمود، من وين؟ خيل وشمس. اهلا وسهلا يا محمود، اهلا وسهلا. كيف التحضيرات للعيد؟ كل شيء تمام. مع الاولاد؟ تمام. كله تمام، الله يخلي لك اياهم. واهلا وسهلا فيكم مع شركه شليك، الشركه التركيه المميزه. شركه شليك عطاء متميز متميز دائما عبر صناعه غرف نوم الاطفال والشباب من عمر يوم ل 25. شركه شليك بتكلكم كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. تعرف شركه شليك؟ بسمع عنهم. يلا منيح، انا بدي اعرفك عليها. شركه شليك موجوده في طول كرم، مفرق جباره، تصنع غرف نوم اطفال وشباب من عمر يوم لعمر 25. 3 مليون طفل حول العالم، تخيل الرقم. هي تتعامل او هم زي زينت غرفهم من شركه شليك. مئات دول العالم تتعامل مع منتجات شركه شليك. طبعا تركيا لما بتروح تحكي شليك يعني شركه معروفه، واليوم صارت موجوده في فلسطين. وين موجوده؟ حكيت انا قبل فلسطين، شارع فرعون، مفرق جباره، طول كرم. صحيح. يلا روح للسؤال. اي منطقه تعد الموطن الاصلي للبطيخ؟ تعرف ايش؟ طيب، هل هي السعوديه، بلجيكيا، غرب افريقيا؟ غرب افريقيا. غرب افريقيا اجابه صحيحه، اكيد الموطن الاصلي للبطيخ غرب افريقيا. ربحت جائزتك من شركه شليك، عندك خصومات توصل ل 20% ورقمك على السحوبات 73. شكرا لك يا محمود جوابري. شكرا لك، كل عام وانتم بخير، الامام ان شاء الله. تسلم، وعيد فطر سعيد. شكرا لك، شكرا كثير. كل عام وانت بخير. اهلا وانت بخير. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. تعرف عليك؟ مشهور بالصوص. وين يا مشهور؟ خيمت الدرع. اهلا وسهلا فيك، شرفت ونورت. كيف هالامور؟ والله الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله. تحضيرات للعيد؟ كل شيء كله تمام الحمد لله رب العالمين. اليوم احنا برنامج اهلا بالعيد عبر شاشه تلفزيون السلام تحت رعايه شركه شليك لصناعه غرف نوم الاطفال والشباب. تعرف شركه شليك؟ طيب، تعرف مفرق جبارة؟ مفرق جبارة فوق بعد. فوق تعرفه؟ عند المقصد على الشمال. على الشمال. صحيح. شو اسمك؟ فضل. فضل ايش؟ فضل مشرف. ابنك؟ كيفك يا فضل؟ الحمد لله. كيف امورك؟ الحمد لله. مبسوط عندك العيد؟ يلا مبسوط. هيو فضل اللي بحطه داعي بالتلفزيون للسيارات الصغيرة، الغرف. الغرف صحيح، اكيد شركة شليك يعني سبحان الله، يعني هو عرف الفكرة بس مش رابط الاسم. صحيح، شركة شليك هي شركة متخصصة بصناعة غرف نوم الأطفال والشباب. شركة شليك شركة تركية موجودة بمئات دول العالم لكنها اليوم بفلسطين على مفرق جبارة. وتذكرت أنت؟ تذكرت. شو بتعرف عنها؟ ما شاء الله عندهم غرف نوم بتجنن، حلوة حلوة. إن شاء الله بدي أخذ الولد أبو أخوه ثاني إن شاء الله. فضل بدنا ناخذ لك السيارة. بدنا ناخذ لك السيارة هاي اللي بشوفها على التلفزيون بغرف النوم، ذكرتها؟ شو حلوة صح؟ هي أكيد شركة شليك، هي اسمها شركة شليك، شو اسمها؟ شركة نت شليك. شليك شركة شليك صحيح. يا رب إن شاء الله بتفوزوا معنا وبتروح على شركة شليك وبتكونوا ربحانين وبتاخذ لفضل ولأخوه رضا. أحلى رضا اسمه، أحلى سيارة وأحلى غرفة نوم من شركة شليك. يلا منيح، بدنا نسألك سؤال، بتجاوب صح بتاخذ جائزتك من شركة شليك. شو سؤالك يا سيدي العزيز؟ في أمريكا في رياضة مشهورة، ماشي، ما اسم هي الرياضة المشهورة؟ بحبوها الأمريكان كلها. البيكس بول، كرة القدم اليدوية. كرة القدم ايش؟ الأمريكية. الأمريكية. إجابة صحيحة، كرة القدم الأمريكية هي أشهر الرياضات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. جائزتك من شركة شليك تدخلوا على السحب برقم 74 وعندك خصومات تصل ل 20%. شو بتقول لشركة شليك؟ إن شاء الله يا ريت ألف ألف. أول شيء كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، وإن شاء الله إلى الأمام. إن شاء الله إنا منزورهم بعد العيد. إن شاء الله. فضل إن شاء الله بتزبط معك وبتجيب السيارة هاي اللي بشوفها على التلفزيون من شركة شليك. إن شاء الله. يلا كل عام وأنتم بخير يا فضل. الحمد لله. الحمد لله. طيب كل عام وأنتم بخير. حياكم. مشاهدينا الأعزاء، متواصلين معكم أكيد في برنامج أهلا بالعيد، البرنامج المميز لإلكم ومنكم وإليكم مع شركة شليك. شركة شليك لصناعة غرف نوم الأطفال والشباب، أكيد بتقولكم كل عام وأنتم بخير. شركة شليك كمان هي معنية بأن تكون هناك إن شاء الله يعني معرفة أكبر بمنتجاتها اللي هي حول كل العالم أو كل دول العالم موجودة. مئات دول العالم تتعامل مع منتجات شركة شليك، وأكيد شركة شليك بتقولكم كل عام وأنتم بخير. من عمر يوم لعمر 25 قديش عمره؟ أنا 21. من عمر يوم لعمر 25 سنة شركة شليك بتحضر لكم غرف النوم وأكيد المميزة دائما وأبدا عبر شاشة تلفزيون السلام. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير يا رب. عرف عليك؟ محمد سلام من طول كرم. أهلا يا محمد. محمد كيف التحضيرات للعيد؟
نقول ان شاء الله، ان شاء الله خير يا رب، يعني ان شاء الله اجواء رائعه، وان شاء الله يا بنعاد على الجميع بصحه وسلام يا رب وخير على الجميع ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك اليوم برنامجنا عبر شاشه التلفزيون سلام، برنامج اهلا بالعيد تحت رعايه شركه تشيليك. شو بتعرف عن شركه تشيليك او اذا سمعت عنها؟ اتوقع هي شركه تركيه لها افرع هون بالضفه الغربيه، بتختص بغرف الاطفال وتجهيز مكاتب وتخوت شغلات زي هيك. برافو برافو، بس فرعها الوحيد اللي موجود حاليا هو في طول كرم مفرق جمال. صحيح، اكيد شركه تشيليك بتقولكم كل عام وانتم بخير. من عمر اليوم ل 25 بتصنع لكم غرف النوم اكثر من 40 تصميم، 3 مليون طفل حول العالم تزين غرفهم شركه تشيليك. بدنا نروح للسؤال، يلا بتجاوبوا قدها وخدود. انت ما هو عدد كواكب المجموعه الشمسيه؟ 14. لا اقل اقل. 11. خلينا نعطي خيارات، يلا 5 كواكب، 8 كواكب، 12 كوكب. عديد لي اياهن جوابتك. طيب تمام. شو جوابتك؟ 8. 8 كواكب، اجابه صحيحه. اكيد 8 كواكب عدد كواكب المجموعه الشمسيه. جائزتك من تشيليك رقم 75 دخلتها على كمان خصومات تصل 20، وفي عندك جائزه بألف شواكل على السحب ان شاء الله. كل شركة ان شاء الله مزيد من التقدم، وكل عام هم بخير وانت بألف خير، والتلفزيون السلام بألف خير يا رب. شكرا كثير لك، الله يخليك يا رب. الله يخليك، شكرا. اذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة المميزة من شركة تشيليك، شفنا فيها اجواء العيد، التحضيرات والاستعدادات. شركة تشيليك الشركة التركية التي اصبحت حقيقة وواقع في فلسطين، مفرق جبارة طول كرم. شركة تشيليك بتقولكم كل عام وانتم بخير، خلوا شركة تشيليك عنوانكم الكبير والمميز. شركة تشيليك دائما لصناعة غرف نوم الأطفال والشباب من عمر يوم لعمر 25 سنة، مستعدة شركة تشيليك لأنها تصنع لكم غرف النوم أكيد، وتركب غرف النوم سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر لإخوتنا في 48 من كلكم. خلوا خياركم تشيليك، تشيليك موجودة في طول كرم مفرق جبارة. شركة تشيليك غرف النوم المميزة الصديقة للبيئة والتي لا تشكل خطورة على الأطفال. شركة تشيليك البضاعة المضمونة والأسعار المنافسة. كمان مرة بتقولكم كل عام وانتم بخير. نصل لختام حلقتنا اليوم من برنامج أهلا بالعيد. أهلا بالعيد، ودائما نتمنى أن يعيده الله علينا باليمن والبركات، وقد تحققت أماني شعبنا لإقامة الدولة والتحرر من براثن الاحتلال. مشاهدينا تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.